السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بشارك معاكم طريقة وضع الأبواب والشبابيك على الحوائط الزجاجية في برنامج الرفت المعماري. في فيديوهات سابقة تكلمنا كثير عن الحوائط الزجاجية في برنامج الرفت. في الفيديو الأول تكلمنا عن أساسيات الحوائط الزجاجية، طريقة رسمها وتفاصيلها والتعديل عليها، وفي فيديو ثاني تكلمنا عن الكارتن سيستم الخاص بالمهس أو الكتل في برنامج الرفت، وفي فيديو أخير تكلمنا عن طريقة معالجة الزوايا أو الكورنرز والتبديل بين الأنواع المختلفة من المولينز. حطيت لكم رابط سلسلة هذه الثلاثة فيديوهات في الوصف، وأيضا ظاهر لك الآن الرابط على الشاشة لو تحب ترجع لأي منها. أما الآن بننتقل للرفت وبنشوف طريقة وضع الأبواب والشبابيك على الكارتن وولز. نبدأ بنيو بروجكت، نروح من قائمة فايل نختار نيو، بعدها نروح لبروجكت ونختار من هنا تكون ماتريك اركتكتشر تمبلت، بعدها نضغط على اوكي. لما يفتح الملف بس نضغط يو ان على الكيبورد نغير اليونت، او من قائمة فيو نختار يونت ونغير من هنا لليونت اللي نحب نشتغل عليها، نضغط على اوكي. اوكي، بعدها الان لو احنا قارنا بين اي نوع من الوول وبين كارتن وول، يعني هذا البيسك وول فريفت او اي نوع من الوولز العادية، وبين الكارتن وول ننزل من تحت ونختار واحدة من الكارتن وول ونشوف كيف رفت بيتعامل معها. لو نحب نشوف اي تو ويندوز مع بعض، يعني احنا عندنا الحين 3D وال 2D ونبغى نشوفهم مع بعض، نضغط على WT للويندو تايل. لو نحب تكون زوم اول نضغط على ZA، ممكن نشوفها بهذه الطريقة. الآن لو نغير بس الفيزيبيليتي الشيدد، الآن احنا عندنا هذا وول عادي، لو نبغى نحط عليه اي دور بهذا الشكل بنحطه بيكون اوتوماتيك وما عندنا اي مشكلة. لكن لما نجي على الكارتن وول اللي هو هذا الحائط ونبغى نحط فيه، بتطلع معانا هذه العلامة. وايضا بالنسبة للويندوز، يعني لما نروح ناخذ اي ويندو نبغى نحط على هذا الوول بيحط معانا اوتوماتيك وما رح يكون عندنا اي مشاكل. لكن لما نجي للكارتن وول ونبغى نحط عليها ما رح يقبل معنا. خلونا نشوف كيف نحل هذه المشكلة. نحذف هذا الوول، خلاص ما نحتاجه. هي طريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله ما تكون تاخذ معانا وقت، مجرد ان احنا نفهم المبدأ اللي نبغى نشتغل عليه. في البداية طبعا علشان نحط وول لازم يكون في ديفيجن او تقسيمة معينة ان نحط فيها الوول، يعني ما رح ينحط باي مكان. فعلشان نحط هذه التقسيمة لازم نحط جريد. ممكن نحذف احنا المولينز لو اخترنا نوع ثاني من الكارتن سيستم، وبنشوف كيف. احنا اخترنا النوع الاول، يعني لما نروح الاركتكتشر نختار وول، اخترنا الكارتن وول العادية ما هي الستور فرونت. بنشوف كل النوعين وكيف نتعامل معهم. الان واحنا عندنا هذه الحائط الزجاجي طبعا فاضي ما في اي نوع من التفاصيل، نرسم فيه جريد علشان نقدر نحط عليه الباب. نجي نحط الجريد مثلا بهذا المكان، اما نقدر نشتغلها من 3D او نشتغلها من البلان ونحط مثلا مكان الباب بهذا المكان. نقدر نروح نتحكم فيها من هنا او نتحكم فيها من 3D. بعدها لو نبغى نتحكم بهذا المكان، احنا حطينا البداية والنهاية، صاير 2 متر، ممكن نخليها 2.8، نخليها بس 2 متر، ونضغط على انتر عشان يكون الباب. بعدها طبعا نحتاج نضيف عرضي، نروح لجريد ونضيف بالعرض مثلا بهذا المكان، ونتحكم في طول الباب يعني كم نبغى يكون. الآن لو نبغى نجي ونسوي بليس للدور، نحط من هنا. في البداية نحتاج نسوي لود، لأنه الدورز العادية الخشب ما رح طبعا يعني تقبل إنها تنحط على الكارتن سيستم، فنسوي لود. نروح للدور وبعدها نختار لود فاميلي، نطلع من هنا من نروح للمتريك اللي هو الإنجليش وننزل للدور، نضغط على حرف الدي ونفتح. عندنا 3 أنواع من الدورز اللي هو هذا وهذا وهذا، الباقي لا، أبواب تقريبا خشبية. نختار، ممكن نضغط على كنترول علشان نسوي لهم لود مع بعض، ونضغط على open. لو طلعت معك هذه المشكلة اضغط على yes. هو ما رضى يسوي لهم لود، نحدد عليهم طبعا يعني هذا حل بسيط، ونضغط على copy. بعدها نروح للمكان اللي احنا سيبنا فيه الفايل نفسه اللي هو المشروع اللي احنا بنشتغل عليه، نسوي create new folder، وبعدها نختار نسميه مثلا curtain wall doors، ونحط الفاميليز اللي سوينا لها copy هنا، نضغط على paste. بعدها نفتح النوع اللي نبغاه، مثلا لو نبغى هذا الدور نفتحه هنا، بعدها نسوي له load into project،
هو خلاص صار اللود، نسكر هذه الفيو ونرجع للمشروع. الآن علشان نختار هذا البانل بالضبط نكون قريبين من الوول ونضغط على التاب بحيث أننا نتحرك ونختار البانل اللي نبغاها اللي هي هذه، ننزل على تحت ونختار هنا هذا الدور اللي صار اللود معانا، صار هنا. فهذا شكل الدور صار موجود معانا في 2D كابلان وموجود في 3D. ممكن نخليها فاين عشان نشوف تفاصيل أكثر. طبعا لما نحرك هذه الجريد ننزلها مثلا نخليها 2 متر، بنشوف انه مكان الباب صار 2 متر او 2 مثلا 0.5. ونقدر نسوي لود ايضا للانواع المختلفة الثانية، لو نبغى مثلا سينجل نضغط دبل كليك ونسوي له لود للبروجكت. طبعا لو كان صار اوتوماتيك كان اسهل واسرع، بس يعني هذا حل للمشكلة. لو نبغى نضيف مثلا جريد ثاني علشان نضيف الباب الثاني، نضغط جريد، نختار من هنا مكان الباب، نسوي نحطه بالمقاس اللي نبغاه مثلا متر، نضغط على التاب بحيث ان نختار هذا البانل، وبعدها نغير النوع الدور اللي احنا اخترناه. فهذه الطريقة بكل بساطة. طيب لو نبغى نسوي ويندو نفس الشيء، نحتاج اول شيء نجهز له مكان او نحدد المكان اللي نبغى نحط فيه الويندو، نختار الجريد نحطها مثلا هنا بهذا المكان بهذا البانل. نحتاج ايضا نسوي لها لود، ما راح تقبل الانواع العاديه، نضغط على ويندو نروح لود، او نقدر من فيو او من انسرت نسوي لود فاميلي. نطلع من الدور نروح للويندوز، نضغط على دبليو، بعدها هي هذه الوحيده اللي كرتن موجوده عندنا في ريفت اللي هي الديفولت فاميليز اللي بتنزل مع البرنامج، نضغط على اوبن. غالبا بتصير نفس المشكله، نضغط على يس، نسوي لها كوبي ونروح لملف المشروع اللي بنشتغل فيه، ونسوي فولدر ثاني للويندوز، وبعدها نحطها بليس هنا بهذا الشكل. نضغط دبل كليك علشان نفتحها، وبعدها نسوي لها لود انتو بروجكت، نسكر هذه ما نحتاجها. نجي هنا نضغط على التاب، لما نختار ممكن تكون هذه البانل كبيرة، بس كإكزامبل نختار نوع الويندو، صارت عندي موجودة بهذا الشكل. فهذا بكل بساطة كيف نقدر نضيف دورز وويندوز على كرتن وول. نشوف كيف نتعامل مع الستور فرونت. نحذف هذا الوول، نرسم ستور فرونت، نضغط على وول أو دبليو اي، ونرسم مثلا من النوع الثاني من الوولز. هنا بتجي معانا موليونز، ويكون الوول نفسه ديفايدد. لو نبغى نغير أي واحدة منهم الدور، نضغط على التاب، أول شيء نحذف هذه المولينز. أول شيء لازم نسوي لها أنبن، أما نضغط UP على الكيبورد الاختصار، أو نضغط على نفس الآيكون اللي تبان معانا اللي هي هذه، أو نضغط من هنا من الموديفاي نضغط أنبن. كل الطرق صحيحة. نضغط على ديليت، نختار بالتاب، حددنا عليها. لازم أيضا نسوي لها أنبن، حتى لو جينا نحاول نغير ما راح نقدر نفتح القائمة من البروبرتيز، فلازم نسوي لها أنبن ونختار نوع الدور اللي احنا نبغاه. ونفس الشيء للويندوز، لو حبينا نغير نقدر طبعا نضيف جريد زي ما نبغى، ممكن بهذا المكان ضاف لنا عفوا مولين. لو نبغى نضيف جريد من اركتكتشر، جريد هو ضاف لنا مولين مع الجريد اوتوماتيك. ممكن طبعا نسوي ريموف للبانل اللي احنا ما نبغاها، نحدد عليها بالتاب، نسوي لها انبن، بعدها نحذفها، وبعدها الحين صار عندنا هذا اللاين، نسوي ريموف او اد، نضغط عليها صارت ريموف، صارت هذه كلها قطعة واحدة او بانل واحدة. بالتاب نحدد عليها، نجي مثلا هذا المكان حددنا عليها، نسوي انبن ونغيرها لنوع الويندو اللي هي هذه، وهذه بكل سهولة نسوي كذا. وايضا في انواع مختلفة من دورز ممكن ننزلها اونلاين. لو حبينا مثلا نضغط على تاب، نحدد هذا المكان، نحذف هذا البانل، نحدد على هذا البانل، نشوف مثلا انواع مختلفه نسوي لها لود. مثلا عندنا هذا، عندنا دورز وويندوز باشكال مختلفه، يعني مثلا لو حبينا ندخل نسوي له ابجريد اللي هو هذا الريفولفينج دور، وحبينا نسوي له لود نضغط لود انتو بروجكت، سوى له لود، نسكر هذه الفيو، وبعدها مثلا نكبر له المكان اكثر من كذا، نحذف هذا البانل ونحذف هذه
تاب نحدد عليها نسوي لها انبن وبعدها ديليت، علشان يعني يشبك هذول الاثنين او يسوي لهم ميرج نحتاج نشيل هذا السيجمنت، نضغط على الريموف نضغط عليها صار كبير. ممكن اتوقع هذا المكان يكون كفايه، نضغط على التاب بحيث ان نحدد على هذه البانل نسوي لها انبن وبعدها نختار نوع الدور بهذا الشكل. ممكن يكون قصير طبعا، نقدر نتحكم ونزود الطول زي ما تعلمنا. ولو حبينا نختار نوع ثاني للويندو من الاشياء اللي ممكن ننزلها اونلاين، ممكن نحذف هذا وبعدها نفس الشيء نشيل جزء من هذا الجريد، نروح نضغط نروح نفتح الويندو اللي نبغاها، نضغط على فيو بحيث اننا نشوف الانواع المختلفه. ممكن نسوي لود لهذا الويندو، نسوي له ابجريد، بعدها نسوي لها لود انتو بروجكت، نسكرها من هنا، نضغط على التاب بحيث انه يسهل علينا التحديد، نسوي انبن وبعدها نختارها. الان صار لي الاتجاه العكس، بس نقدر نغير فيها يعني نحدد عليها، بعدها نضغط نخليها بس نحط علامة السالب على الانجل قبل الرقم وصارت تفتح على الاتجاه الثاني، يعني نقدر نتحكم فيها بسهولة. وايضا نقدر نغير الماتيريال، لو جينا وغيرنا نشوف ان اللون الماتيريال ثانية، بس عادي ممكن نحدد عليها ونغيرها، نضغط عليها بعدها ندخل من هنا على الماتيريالز، عندنا الكلاس نغير لنفس نوع الكلاس للكرتن وول اللي هو هذا النوع، فهذا النوع. وبعد الفريم صار لونه ازرق، ممكن نغيره لنفس نوع الألمنيوم اللي هو، نضغط على هذا وبعدها هذا هو الفريم، نضغط على أوكي، فكذا غيرناه وصار متماشي أو متناسق مع نفس الماتيريال. حطيت لك رابط ممكن تحمل منه كل هذه الفاميليز اللي هي الكرتن وول دورز وويندوز في أول رابط في الوصف تحت لهذا الفيديو. وأيضا تقدر تنزل من جوجل، في كثير مواقع مجانية تكلمنا في فيديو سابق عنها وطريقة التحميل منها، ظهر لك الآن رابط الفيديو على الشاشة، وحطيت لك رابط الفيديو في الوصف، وأيضا راح أحط لك روابط هذه المواقع في الوصف علشان لو تكون تحب توصل لها بسرعة وتقدر تنزل منها أنواع مختلفة من الدورز والويندوز. وبكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أتمنى يكون مفيد والمعلومات سهلة والشرح واضح. لو عجبك الفيديو والمحتوى اللي بقدمه على القناة أشعرني بالضغط على زر اللايك، ويسعدني اشتراكك لو عندك الرغبة بالتعلم أكثر عن التصميم والبرامج الهندسية والمونتاج على مختلف البرامج، وفعل الجرس لو تحب يوصلك إشعار من اليوتيوب لما ينزل محتوى جديد على القناة، بنزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح اترك لي إياه في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. وأخيرا أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.